على الأخص شهداء مذبحة سبايكر، أدعوكم لقراءة سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. والآن نستمع إلى نشيد موطني. الرجاء القيام للاستماع إلى نشيد موطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أيها الإخوة الحضور والأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 15 من حزيران هذا العام ارتكب المجرمون القتلة من عصابات ما يسمى بداعش وأيتام النظام المقبور جملة من القتلة من أدوات القمع في النظام السابق، نظام صدام الفاشي. ارتكبوا جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وتعتبر من الجرائم الإبادة الجماعية والتي يعمل الكثيرون على إدراجها رسميا من ضمن جرائم الإبادة الجماعية بسبب ما تضمنته من استهداف واضح
لفئة معينة وبشكل جماعي لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، حيث تم قتل 1700 تقريبا 1700 شاب في مقتبل العمر ما بين 19 و 22 عام غدرا وخدعة وبطريقة دنيئة. ولهذا نحن هنا نستذكر هذه الجريمة ونشجبها باحتفال بسيط وكلمات من وحي المناسبة وأبيات شعرية، ولا أطيل عليكم، حيث نستمع أولا إلى أستاذنا العزيز الأستاذ صادق الحافظ، ونستمع إليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلوب يعتصرها الألم ونفوس عامرة بالحزن، أود في بداية حديثي أن أعرب باسمكم جميعا عن بالغ عزائنا العميق لأسر الضحايا بهذه المأساة الإنسانية الكبرى، جريمة العصر، جريمة سبايكر الإرهابية التي راح ضحيتها، وحسب المعلومات الرسمية الأولية المعلنة حتى الآن 1700 شاب عراقي بريء سقطوا صرعى على يد إرهابيين مجرمين قتلة أوغلوا في هدر دماء الناس الأبرياء وهتك أعراضهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم وتدنيس أراضيهم على أسس طائفية بغيضة. لم يكن لهم ذنب سوى أنهم شيعة موالين لأهل البيت عليهم السلام. كان الله في عون الشعب العراقي المبتلى بالكوارث وهو يواجه الغول البعثي السلفي المتوحش الذي لا يشبع نهمه من دماء الأبرياء. إن الحديث عن جريمة قاعدة سبايكر الإرهابية يحتم علينا العودة بالذاكرة إلى الانتفاضة الشعبانية التي اندلعت بالعراق في عام 91 على أثر هزيمة واندحار الجيش العراقي على يد قوات الحلفاء في الكويت، وما رافق ذلك من انتفاضة شعبية عارمة سقطت فيها 14 محافظة عراقية، وما تبع ذلك من دعم إقليمي ودولي للنظام الصدامي لقمع ثوار الانتفاضة بكل الأساليب الوحشية. فكان نصيب أتباع أهل البيت من ذلك القمع أن سقط منهم الكثير من الشهداء. وما المقابر الجماعية التي اكتشفت بعد سقوط النظام في عام 2003 إلا واحدة من الشواهد على حجم الظلم الذي تعرض له العراقيون عموما والشيعة على وجه الخصوص على يد أعتى نظام ديكتاتوري عرفته البشرية. كان لا يتورع عن قتل معارضيه بشتى الوسائل والأساليب الوحشية والإنسانية. وما يسمى بالعالم المتحضر أو المتمدن ينظر للمشهد وكأنه لا يعنيه، بل على العكس من الإدانة فإنه كان يقوم بتمويل ودعم النظام البعثي المقبور هو وحلفائه في المنطقة ليساعده في ارتكاب المزيد من القتل بحق الأبرياء والعزل من أبناء شعبه على أسس طائفية بغيضة. ولعل الكثير من الحاضرين يتذكر الشعارات المكتوبة في عام 91 على أثر الانتفاضة الشعبانية على الدبابات العراقية آنذاك، والتي هاجمت المنتفضين في كربلاء والنجف: لا شيعة بعد اليوم. وكان هذا الشعار يعبر عن التوجه العام للنظام البعثي وكذلك توجهات بعض الدول العربية التي كانت لا تريد للشيعة أن يحكموا العراق. ويستمر مسلسل القتل بحق أتباع أهل البيت منذ سقوط النظام في العراق في سنة 2003 وحتى يومنا هذا، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ونشهد فيه قتلى ومصابين من جراء السيارات المفخخة
والعبوات الناسفة والانتحاريين الذين لم يدعوا مكانا آمنا يتجمهر فيه الناس إلا واستهدفوه من أجل إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح. نعم إنه الموت الرخيص بل المجاني ودون أن يكلف الجنات حتى ولا رصاصة واحدة، كما حصل في هلاك ما يقارب 1000 عراقي وعراقية معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ من أتباع مدرسة أهل البيت على جسر الأئمة في بغداد في 30/8/2005، والتي سميت بفاجعة جسر الأئمة. إن حياة الإنسان العراقي أصبحت رخيصة عند الجنات من البعثيين وأتباعهم من الدواعش الذين يصرون على أن يهلكوا الحرث والنسل في العراق طالما لم يحكموه هم. وهل نسيتم ما يسمى بمثلث الموت بين المحمودية واليوسفية واللطيفية، حيث كان العراق الشيعي يقتل على الهوية على يد جماعات ضالة منحرفة من السنة الطائفيين، ويوم ذاك لم تكن الجماعات الإرهابية قد تشكلت على يد النظام على النحو المنظم المدعوم إقليميا ودوليا كما حدث في السنوات التالية. وبعد فترة وجيزة ظهرت القاعدة بقيادة الزرقاوي لتضع هدفها الأول هو قتل الشيعة، فكانت التفجيرات تحدث في مناطق الشيعة، وصار الشيعة هدفا لبندقية القناص، وتحولت حسينياتهم ومساجدهم وتجمعاتهم إلى مقصد لسيارات التكفيريين وأحزمتهم الناسفة. وطوال تلك السنوات لم يكن قادة الكتل السنية يدينون هذا الإجرام الطائفي والتكفيري، بل كانوا يملؤون الفضائيات شكوى من التهميش والإقصاء، وهي العبارة التي تعني في حقيقتها عدم توليهم حكم العراق حكما مطلقا. فالتهميش في قاموس تلك الكتل يعني وجود الشيعة في الحكم. كانت التفجيرات تأخذ أرواح الشيعة في العراق بالعشرات، ففي سوريا كان شعار ربيعها الشيعي على التابوت، إنه النسخة المرادفة لشعار لا شيعة بعد اليوم. ولكي يمضي هذا الشعار بعيدا ويتحول إلى ممارسة طاغية على الأرض، أصدر رجال الدين من وهابيين وسلفيين فتاوى تكفير الشيعة، وإنهم أسوأ من اليهود، ولم يكلف أي رجل دين سني نفسه بشجب هذه الفتاوى واستنكارها. لقد كانت تلقى هوى في نفوسهم، وكانت التفجيرات تأخذ أرواح شيعة العراق بالعشرات. وسط هذه الأجواء التكفيرية المحتقنة والمشحونة طائفيا، جاء تنظيم داعش إلى المشهد السياسي والعسكري في سوريا والعراق، وكان الهدف قتل الشيعة بلا رحمة، فسيطر على أجزاء من سوريا ثم أجزاء من العراق، وانضمت إليه للأسف الشديد عشائر من إخواننا السنة، فيما كان الدعم الخليجي والتركي يزداد يوما بعد يوم. فحدثت المجازر والمذابح وعمليات التهجير، وظلت التفجيرات تأخذ أرواح شيعة العراق بالعشرات. فحدثت فاجعة سبايكر بعد يومين من احتلال وسقوط الموصل بيد الدواعش، حيث تم قتل ما يقارب 1700 شاب شيعي على يد أفراد من عشائر سنية في تكريت وما حولها. وكانت المشاهد من البشاعة بحيث لا يمكن تصورها، ولا يزال مئات من الشباب الشيعة رهائن في تلك المناطق لا يعرف مصيرهم. لم يظهر موقف متعاطف بالشكل المطلوب من السنة بزعمائهم وعشائرهم وأبنائهم، فالجريمة هذه حققت جزء من الشعار الثابت لا شيعة بعد اليوم. وللأسف الشديد وكعادتنا أمام مصائبنا، ولكي لا نبتعد عن الموضوعية، فإن ردود الفعل الرسمية جاءت متأخرة وخجولة ولم تكن بمستوى الحدث، حيث إن قادة الكتل الشيعية وكبار مسؤوليهم وشخصياتهم تعاملوا ببرود مع هذه الفاجعة. لقد سجل بعضهم براءة ذمة بتصريح بسيط وأسقط التكليف عن نفسه. فاجعة سبايكر والموقف البارد منها يعني بوضوح سيبقى القتل يأخذ أرواح الشيعة. أكاد أزعم بأن الكثير من الحاضرين قد استمع إلى شهادات وإفادات الناجين من المذبحة، والتي تدلل وبالدليل القاطع بأن القتل تم بناء على الهوية الطائفية،
حيث أن معظم الذين قتلوا كانوا من الشيعة الذين كانوا يعتبرون في نظر الجناة من الكفرة وينعتونهم بالرافضة ويتقربون بقتلهم إلى الله ورسوله حسب زعمهم بعد أن غسلت عقولهم وأدمغتهم بفتاوى التكفير. الجميع قتلوا بدم بارد، إنها جريمة إنسانية بامتياز فاقت وطغت على جميع الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين المسالمين، وسيبقى التاريخ شاهدا على هذه المأساة الإنسانية التي ارتكبت بحق أبرياء عزة لا حول لهم ولا قوة ولا يزالون في مقتبل العمر. نلاحظ في الآونة الأخيرة وبشكل يومي تصاعد التحذيرات من نواب عراقيين كثيرين من تسويف التحقيق في مذبحة سبايكر والتي لا يعرف الآن عدد المغدورين فيها، سوى ما أعلنه تنظيم داعش في شهر حزيران الماضي عن أنه قام بتصفية 1700 طالب من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر بتكريت. ومصداقا لجريمته فقد بثت مواقع التواصل الاجتماعي المواقع الإرهابية مشاهد فيديو وصورا يظهر فيها إرهابيو داعش وهم يقتادون المئات من الشبان العزل ثم يجري إعدامهم جماعيا بدم بارد. غالبية الوجوه التي شاركت في حفلة الإعدامات الجماعية تم التعرف عليها من قبل أهالي تكريت، بل انتشرت حتى الأسماء وألقي القبض على بعضها، لكن هناك الكثير من المشتركين ما زالوا مختبئين وبعضهم غادر المحافظة إلى المحافظات القريبة وربما إلى خارج العراق، وهو ما استوجب الريبة من التكاسل في مطاردتهم. كلما مضى وقت على الحادثة إن جميع الذين تم التعرف على هوياتهم هم من أهالي محافظة صلاح الدين، وقد نفى بعض الأطراف أو العشائر ضلوع أبنائها في الجريمة، وإن هذا النفي لا يغير من الحقيقة شيء، فهناك أدلة موثقة بالفيديو تظهرهم وهم يشاركون في الجريمة البشعة، وقد دفنت جثث المغدورين في مقبرة جماعية في منطقة القصور الرئاسية التي للأسف لا تزال تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية في تكريت، بينما ألقيت أكثر من 200 جثة في النهر وانتشرت قرب مدينة سامراء ويقال بأنها سلمت إلى ذويهم. بين جريمة سبايكر وجريمة تفجير المرقدين في سامراء حين أقدمت عصابات القاعدة على تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، انفجر بركان الغضب الشيعي واشتعلت نار حرب أهلية طائفية لم تخمد نارها لسنوات، واليوم إذ يقتل 1700 شيعي وهم عزل من السلاح على يد عصابات داعش ومؤيديها من عشائر المنطقة لم يحدث شيء، وأقصى ما جرى هو اقتحام بضعة عشرات من أهالي الضحايا مبنى البرلمان العراقي حيث استقبلوا بحفاوة وودعوا بحفاوة وانتهى الأمر عند هذا الحد. أنا لست طائفياً ومن العيب أن يكون الإنسان طائفيا، لكن من حقنا أن نتساءل ونضم صوتنا لجميع الشرفاء من العراقيين وغيرهم وهم يتساءلون أمام بشاعة الجريمة. أين الغضب الشعبي؟ أين الموقف الحكومي؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين منظمة Human Rights Watch؟ لماذا لا نسمع أصوات هذه المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وقبل أن نعتب على هؤلاء الغرباء والأجانب دعونا نبحث عن مواقفنا نحن. أين نحن من هذا الجلل وهذه المأساة المروعة؟ فقد ورد في الحديث الشريف قطرة دم مسلم أكثر حرمة عند الله من هدم الكعبة، فلماذا لا تكون دماء 1700 مسلم أكثر حرمة من هدم المرقدين الشريفين؟ لا ندعو إلى العنف أو إظهار رد الفعل بممارسة القتل الذي راح ضحيته الكثير من الأبرياء، لكننا ندعو أن تأخذ هذه القضية صداها في كل طبقات المجتمع ومؤسسات الدولة. أما كان من المناسب والأجدر والأولى أن تعلن حوزاتنا العلمية الدينية في النجف وغيرها عن تعطيل الدراسة يوما أو أكثر تعبيرا عن السخط والغضب، وهو أسلوب درجت عليه الحوزات كلما حدث أمر جلل؟ وأي أمر أشد من هذه المجزرة المروعة؟ أليس من الضروري أن يخصص أسبوع أو 40 يوماً تعلن فيه قنواتنا الفضائية وما أكثرها الحداد بوضع شريط الحزن على شاشاتها وتقديم البرامج لكشف أبعاد هذه الجريمة النكراء؟ أليس من واجب قواتنا المسلحة مدعومة بالحشد الشعبي
أن تجعل من تحرير من تبقى من الرهائن من أيدي المجرمين؟ أليس من واجب الحكومة أن تحمل العشائر التي تأوي هؤلاء المجرمين مسؤولية قانونية عن فعلهم؟ وأن تتحرك وزارة الخارجية بوزيرها الجديد على المجتمع الدولي كي تجعل من هذه القضية قضية دولية وجريمة إبادة بحق الإنسانية؟ أسئلة كثيرة يطرحها ليس فقط أهل الضحايا بل كل العراقيين. بضعة أفراد قتلوا قبل أكثر من عام على سبيل المثال في الحويجة وهم يحملون السلاح بوجه القنوات الأمنية، لقيت من الاهتمام من السياسيين العرب السنة ما حاول جعلها وكأنها جريمة العصر، و1700 مواطن أعزل قتلوا فلم نسمع إلا أصوات خافتة من بعض السياسيين الشيعة فقط. يبقى السؤال الكبير، هو من المسؤول عن هذه الكارثة المروعة؟ سؤال يبحث عن جواب، ويلاحق كل من في موقع المسؤولية في العراق. ونتمنى أن يسفر عمل لجان التحقيق التي شكلت إلى نتائج لكشف المتورطين وكل الذين لهم صلة بارتكاب هذه الجريمة، ولا يكون مصير هذه اللجان كمصير مثيلاتها من لجان التحقيق السابقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت أستاذنا العزيز. نحن نطالب المجتمعات الدولية والمنظمات الإنسانية والحكومة الكندية باعتبار هذه الجريمة جريمة إبادة جماعية وإنصاف عوائل الضحايا والاقتصاص من المجرمين القتلة وملاحقتهم وإنزال شد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم. ومن إخواننا العاملين في هذا المجال لإنصاف عوائل الشهداء وإثارة الرأي العام للانتباه لهذه القضية أخونا الكريم من نستمع إليه الآن، عنيت به الأستاذ حيدر الهاشمي، نستمع إليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي الحضور. أن جريمة سبايكر يمكن اعتبارها جريمة للعصر، وهي وسمة عار في جبين الإنسانية بعد أن لطخت تاريخ البشرية بذكراها المؤلمة والسوداء، حيث أقدم وحوش البشر على الفتك بشباب عزل كان همهم الوحيد الدفاع عن وطنهم وأبناء شعبهم. إن جريمة غدر الأبرياء للطلاب من قاعدة سبايكر تحمل نفس بصمات العصابات الصدامية في طريقة قتل الأبرياء من محافظات الوسط والجنوب في سنة 1991، عندما خانت السياسة الأمريكية الشعب العراقي، وبدل من أن تسقط النظام الدكتاتوري العنصري والطائفي في حينها، أعطت الأمان لقوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن الخاص بالعودة إلى مركز بغداد سالمة، ومن ثم السماح باستخدام الطائرات المروحية لقمع الانتفاضة الشعبية التلقائية في محافظات الوسط والجنوب. وقام النظام باعتقال الشباب من الشوارع بصورة عشوائية ومن دون أي حق أو اتهام، ومن ثم إعدامهم بنفس الطريقة التي رأيناها عند إعدام طلاب القوة الجوية العزل ومن دون حق، علما أن هؤلاء الطلاب هم ليسوا مقاتلين، إنهم نفس العصابة والأشخاص المنتمين لنفس العشائر ومن ذات المنطقة الغربية. في البداية وقبل أكثر من 50 عاما هم بدوا وقطاع طرق ومهربين، ثم بعدها انضموا لحزب البعث وشاركوا بتصفية كل المعارضين تحت ظل الحزب ولحمايته، فأسميهم البعثيين. بعدها وبعد أن استولى صدام على الحكم بطريقة القتل والإقصاء الدكتاتورية، قامت أبناء هذه العشائر من المنطقة الغربية بالمشاركة بقتل وإعدام وتعذيب شباب كل المحافظات المنتفضة ضد الظلم عام 1991 تحت ظل صدام المجرم ولحمايته.
وأصبحوا صداميين، ثم اليوم يغدرون ويذبحون كل من هو من الشيعة من محافظات الوسط والجنوب تحت راية داعش ولدعم داعش وباسم داعش، لذلك فهم داعشيون. نفس الأشخاص ينتمون لنفس العشائر ومن نفس المنطقة الغربية. ألا يأتي يوم ويصحى ساستنا ذو الأغلبية الانتخابية لهذا الأمر؟ ألا يأتي يوم ويخرجون عن الصمت عن هؤلاء الزمرة الطائفية المقيتة؟ ألا يأتي اليوم الذي توجه ضدهم الاتهامات علناً وبالأدلة القاطعة على جرائمهم بحق الأبرياء العزل من أبناء الشعب العراقي؟ أولاً، أني أطالب ومن هذا المكان الجهات المختصة داخل العراق وخارجه بالعمل بجدية وعدم تسويف عمل اللجان أو المماطلة والمجاملة على حساب دماء الأبرياء. ثانياً، كذلك أطالب من جميع المؤسسات والمنظمات العراقية في الخارج باستنكار مثل هذه الجرائم ضد أبنائنا الشيعة بالذات، ونطالب بتسجيل مجزرة سبايكر جريمة إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية. ثالثاً، أن يطالب جميع العراقيين بالمشاركة والاحتجاج علناً وعدم ترك مثل هذه الجرائم أن تمر من دون المطالبة بمقاضاة الجنات وعزلهم وتشخيص بيئتهم التي تحفزهم على تكرار فعل جرائم ضد الإنسانية. رابعاً وأخيراً، أطالب أن يكون يوم 15 حزيران من كل سنة يوم لذكرى المغدورين، يوماً حزيناً، ونرفع الشعار حتى لا ننسى طلاب قاعدة سبايكر، شعار حتى لا ننسى جرائم هذه العصبة المجرمة من العراقيين. مع الأسف أقول عراقيين لأنهم يعيشون على أرض العراق، ولكنهم ليسوا فقط لا ينتمون للعراق، بل إنهم لا ينتمون للإنسانية، فقد فقدوا إنسانيتهم قبل أن يفقدوا انتمائهم للوطن. أرجو من الجميع أن ينشروا طلبي إلى كافة العراقيين في كافة أنحاء العالم كي يتوحدوا في استنكار جريمة طلاب قاعدة سبايكر، ويكون يوم 15 حزيران من كل سنة هو ذكرى حزينة ورمز للمطالبة بحقوق الأبرياء وملاحقة الجنات ومعاقبتهم. شكرا لجميع الحضور على مشاركتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الحقيقة مطالبتنا لم تكن فقط على المنابر، فقبل حوالي شهرين ونصف تم إرسال رسالة رسمية من أكثر من 12 مؤسسة ومركز في كندا، يعني بالجالية العراقية من شرقها إلى غربها. وجهنا رسالة إلى وزير الخارجية الكندي قبل أن نعرف عن مجزرة سبايكر بعد دخول الدواعش إلى الموصل، وطالبنا عدة طلبات إنسانية من مساندة للعوائل النازحة ودعم القوات الحكومية في دحر الإرهاب. والحقيقة لم نستلم حتى الآن ردا عليها رغم متابعتنا. كل الرد الذي استلمناه أن هذه الرسالة ستصل إلى الوزير، وصرنا نتابع أخبار الوزير من زيارة إلى العراق وغيرها عن طريق القنوات الإعلامية فقط. والآن نستمع إلى كلمة من وحي المناسبة لسماحة السيد أبو رسل الشوكي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. من الشيطان الغوي الرجيم، أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء وعرفانا منا إلى شهداء العراق، نتوجه إلى الباري سبحانه وتعالى
بأن يتغمد هذه الكواكب التي تسير على نهج أهل البيت، يتقبلهم قربانا ويدخلهم في فسيح جناته. إلى أرواحهم نقرأ الفاتحة مسبوقة ومشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السماحة، الأخوة الحضور، أخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعودنا كخطباء منبر أن نستذكر في بعض الأحيان مقولة تردد وتنسب إلى غاندي، أنه قال: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. نحن اليوم إذ نقف ونستذكر هذه الفاجعة، قد سبقتها فواجع كما أسلف إليها أخينا الحاج الحافظ والأخ الهاشمي، سبقوني وأجادوا فيما أسهب فيه. أنا أريد أن أطرح طرحا آخر مغاير، ليس للاستذكار ولكن للاستعبار، أن نأخذ العبرة مما جرى. ولكن هل إذا أخذنا العبرة مما جرى ونحن نستذكر تلك الفواجع على مر التاريخ، حينما ينظر الذي يطالع تاريخ الشيعة وخاصة في العراق على توالي وتعاقب الحكومات، تارة حكومات أموية وتارة عباسية وعثمانية، ثم من بعد ذلك ما جرى على تعاقب هذه الحكومات على تولي زمام الأمور في العراق، على ما جرى على شيعة أهل البيت لمجرد أنهم شيعة. أنا أستذكر هذه المقولة لغاندي: كيف أن الآخرين يقرؤون ويستقرؤون، يستقرؤون التاريخ ويأخذون العبرة ويتعلمون من تاريخنا. هذا الذي يحز في نفس الإنسان الذي يقرأ تاريخنا بما ننسب أنفسنا إلى ثائر ثار بوجه الظلم والطغيان، وهو أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، وقد سبقه أبوه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كيف أنهم يأخذون حينما يقرؤون هذه السير في التاريخ، يأخذون منها العبرة، ثم لا يكتفون بالعبرة، وإنما بعد أن يستقرؤون ذلك ويأخذون العبرة يبدأون بتطبيقها وعلى نهجها يسيرون فينتصرون. ولكن نحن المخاطبون ونحن الأقربون بما خاطبنا به أئمة أهل البيت سلام الله عليهم حينما وجهوا تلك الأحاديث، ولم يكتفوا بتلك الأحاديث التي وجهوها لنا، نحن السائرين على نهجهم ندعي ذلك بالقول لا بالفعل، ندعي أننا شيعة وأننا نسير على نهج أهل البيت سلام الله عليهم، وفي كل مناسبة وفي كل محرم لا بد من أن ترتفع أصوات وحناجر الشيعة وهم يرددون ويكبرون: هيهات منا الذلة. ولكن حينما نرجع إلى واقعنا على مر التاريخ، والذي يقرأ التاريخ ويستقرئه ويستنطق التاريخ يجد أن الشيعة أول المتخاذلين عما ينسبون أنفسهم إليه، عن خط أهل البيت. هذا الذي يحز في نفس الإنسان 1700، هذا على أقل تقدير، وهناك روايات تقول أكثر من 2800، وهناك رواية تقول 4000. هذا من غير مجزرة بادوش، الذين السجناء الذين كانوا في سجن الموصل، الذين أعدموا أيضا بطريقة طائفية، عزل السنة
وقتل هؤلاء السجناء بدم بارد لأنهم ينتسبون إلى خط أهل البيت سلام الله عليهم. أنا أقول غيرنا يستقرئ التاريخ ويأخذ منه العبرة ويقيم دول. غاندي أقام دولة وهو لا يملك إلا صوته ومغزله، وأقام دولة وهزم بها إمبراطورية كانت تقال وتسمى بأنها المملكة أو الإمبراطورية التي لا تغيب الشمس عن أرضها وهي بريطانيا العظمى. انتصر عليها لأنه سار وكان صادقا في سيره على نهج الإمام الحسين حينما قال: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. ونحن الأولى بأن نطبق ما نقرأه ونستذكره، وفي أرضنا أرض المقدسات أرض العراق فيها سالت دماء زكية لأهل البيت، ويسير الملايين سنوياً ويحيون شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه في كل عام، ولكن أين تلك الملايين التي كانت تهدر في كل يوم عاشر من محرم، تهدر بصيحات هيهات منا الذلة، ونجد من يصرح، وهذا شيء أيضا يحز في النفس، أن تنسب تلك الجرائم إلى داعش، داعش الذين سكنوا في العراق، داعش الذين استوطنوا في العراق، إنهم من مناطق معينة، أنا لا أدعو إلى طائفية، ولكن علينا أن نأخذ العبرة. هؤلاء ما تجرؤوا علينا، وكلنا يستذكر سقوط الصنم، كيف هربوا هؤلاء، تركوا مواقعهم وكانوا خائفين لأنهم عالمين أو عالمون بما سفكوا من دماء للشيعة، وكانوا يتوقعون أن الشيعة سوف يأخذون بثأرهم، ولكن ميعت تلك القضية، قضية المقابر الجماعية وآلاف الشهداء إن لم يكونوا ملايين الشهداء على امتداد حكم البعث الفاشي في العراق، ميعت تلك القضية. بل أكثر من ذلك، نجد هناك من يتصدى قد تسنم مراكز قيادية في العراق، أخذ يطالب بحقوق لهؤلاء وإرجاعهم إلى مناصب سياسية، وما إن وصلوا حتى وإذا بهم يقدمون مدن ومحافظات بأكملها تسقط بين ليلة وضحاها، تسلم على طبق من ذهب، ويذهب أبناء الجنوب. الآن يراد لأبناء الجنوب أن يذهبوا إلى تلك المناطق لكي يعيدوا هذه المناطق التي اقتطعت وسلمت على طبق من ذهب بما تملك، يراد لهم أن يرجعوها إلى حاضنة الوطن ودماؤهم تسيل. سالت قبل ذلك وسوف تسيل في قادم الأيام. نحن لا ندعو إلى الطائفية، ولكن علينا أن نأخذ العبر، وكيف الآخرين أو الآخرون كيف قرأوا التاريخ وأخذوا منه العبرة وساروا على ما قرأوه وفهموا سنة وقرأوا سنن الباري سبحانه وتعالى في الطغاة وأخذوا منها العبرة وتسنموا من ذلك مراكز قيادية قادوا بها أمم. صلوا على محمد وآل محمد. المطلوب منا ونحن في بلاد المهجر قبل أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، امرأة عراقية شابة بمجهود فردي تعاون معها بعض العراقيين وبعض المحبين وبعض خلص للقضايا الإنسانية على اختلاف جنسياتهم. يمكن في دولة النرويج سمعتم أن هذه الشابة استطاعت أن تصل، والحرية مكفولة للجميع، استطاعت أن تصل إلى رئيسة وزراء النرويج وأقنعتها بما يقوم بها
بالجرائم التي يقوم بها الإرهابيين والتكفيريين والبعثيين والصدامين وقسم من الدواعش. نحن لا نقول أن الدواعش جاءوا من الفضاء، هؤلاء لو لم يجد لهم حاضنة ومكان يستوطنون فيه لما تكاثروا. العيب موجود في بلادنا، هناك من يوفر لهم الحاضنة والدعم اللوجستي ويكون أدلاء وعيون لهم لكي يدلوهم على ما يريدون ويبغون من ذلك. هذه المرأة في بلاد المهجر استطاعت أن تخرج وتنظم، بالإضافة إلى الخيرين كوجوهكم، استطاعت أن تنظم تظاهرة خرجت على رأسها رئيسة وزراء النرويج، واستشهدت هذه المرأة رئيسة وزراء النرويج استشهدت بحديث للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بداية حديثها عن الإرهاب والجرائم. نحن من هذا الباب، وكما طالب من سبقني بالحديث مشكورا، نحن نطالب باسمي وباسمكم جميعا، نطالب الهيئات الدولية والحكومات التي ترعى الديمقراطية وترعى حقوق الإنسان وتكفل الأصوات الخيرة التي تدعو للسلام في العالم، نحن نطالبهم بأن يعتبروا هذه الجريمة جريمة إبادة جماعية، وأن تدون في صفحات ووثائق مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأن يكون هنالك موقف دولي متضامن مع العوائل، لا كما ميعت الحكومة في البرلمان حينما استقبلوا هؤلاء وميعوا قضيتهم، استقبلوا في البرلمان ثم حاولوا أن يطفئوا بعض الميكروفونات عن بعض الوجوه وأسكتوا بعض الآخر. نحن نطالب بأن يكون هنالك صوت مسموع لهؤلاء الضحايا الذين نجوا، بعض الضحايا التي نجت من هذه الجريمة، نطالب أن يسمع وأن يعلى صوتها في المحافل الدولية لكي يصل صوتهم وتبين هذه الجريمة وتأخذ حقها في الإعلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدنا. في الحقيقة لقد استجابت الجماهير وخاصة أتباع مذهب أهل البيت من الشيعة للفتوى الكفائية التي أطلقتها المرجعية في النجف، وقامت بدور جبار بإيقاف المد الداعشي إن صح التعبير، وذلك بفضل التزامهم بعقائدهم وحبهم لأهل البيت وللإسلام الحقيقي الأصيل. وكانت هذه لها دور كبير في قلب الدفة على العدو وقلب المعادلات الإقليمية والدولية التي لم تتوقع أبدا مثل هذه الاستجابة. وهذا لم يقتصر على الجماهير، وإنما هنالك رغم قلة المواقف الحكومية، ولكن هنالك بعض الإخوة والأخوات من إخوانكم في البرلمان وفي الحكومة قاموا بأدوار ولو أنها لا تتناسب، يعني الرد مالتهم قليلة كانت نسبة مع حجم الكارثة والمذبحة والمجزرة، ولكن هؤلاء كانوا كالشموع وقاموا بأدوار وتحركوا على مستوى إقليمي ودولي، وآخرها اليوم كان لقاء لوفد الأمم المتحدة في البصرة مع بعض المسؤولين لمتابعة هذه القضية. وقد طلبت الأمم المتحدة أو طلب هذا الوفد من الأمم المتحدة بإرسال وفد للتحقيق، ووافق الوفد على إرسال هذه اللجنة التحقيقية إلى العراق لمتابعة الموضوع، ووعد الإخوة في العراق بتقديم المساعدة عن طريق الإتيان بالشهود الناجين وغيرهم لإعطاء إفاداتهم بالموضوع.
والآن نستمع إلى كلمات من فضيلة الشيخ علي السبيتي، نستمع إليه مجللا بالصلاة على محمد وآل محمد. إلى أرواح من اجتمعنا لأجلهم راح المؤمنين والمؤمنات والمظلومين جميعا، نهدي لهم ثواب سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى أهل بيته المطهرين وأصحابه المنتجبين، صاحب السماحة صاحب السعادة الإخوة والأخوات، أيها المؤمنون جميعا، أيها المعزون، أعظم الله لكم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمام هول ما يحدث في عراقنا الجريح وفي المنطقة، لا يسعنا إلا أن ننبه على خطورة الوضع الذي يراد من خلاله أن تحطم الآمال الأخيرة لهذه الأمة في القيام من رقادها ومن سباتها. لذا يراد لنا أن نغرق في عواطفنا التي من الطبيعي أن تنفعل وتتأثر لهول ما يحدث من جرائم وفظائع تهز الضمير الإنساني، ولكن من المهم جدا أن يعود الإنسان إلى رشده وإلى عقله ليسأل السؤال الكبير: هل أنا في الموقع الذي يفشل ما يخطط للعراق وللمنطقة من خلال فهمنا الدقيق لمعنى ومغزى أن تنشر أمام الملأ جرائم قتل بدم بارد، ومعنى ومغزى أن تثار القضية الطائفية والمذهبية بكل صلافة، وأن يركز على ما مر في تاريخ ماض صحيق، لنعود لنقطة من جديد على أساس قبلي ومذهبي وعشائري، لتغرق المنطقة بأسرها في أتون فتن تبدأ ولا يعلم أحد منتهاها. عندها تصبح هذه المنطقة من العالم بثرواتها وإمكاناتها مرتعا للاستعمار وللاستكبار، الذي لا يريد لها أن تقوم لتنزع حريتها واستقلالها من جديد، يريد لها أن تبقى تعيش العبث والفوضى، وأن تبقى تعيش في أتون الحروب المستنزفة لأبنائها ولقدراتها ولإمكاناتها وطاقاتها، لكي تترسخ التبعية من جيل إلى جيل. لنبقى نحن الذين نستورد، ونحن الذين نستهلك، ونحن الذين نهاجر ونلجأ إلى أقطار العالم، إذ ليس في بلداننا أمن ولا أمان ولا مقومات عيش كريم. هل ندخل في أتون هذه اللعبة القذرة؟ هل نكون وقوداً لهذه الرياح المسمومة؟ أم أننا نقف لنكون مشعلاً وضاءً يضيء أمام الواعين
وطلاب الحقيقة دروب التحرر والوحدة والتعاون. نعم، هذا هو ديدن أئمتنا عليهم السلام لكل الذين يتمسكون بخط أهل البيت. انظروا ماذا فعل أهل البيت عبر التاريخ، لقد ظلموا ولقد صدر حقهم اللاهي الطبيعي، ومع ذلك كان الشعار والشعار أبدا لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. كانت تتقدم المصلحة العامة دائما، لا من موقع الضعف ولا من موقع الهون ولا من أي موقع يمكن أن يشار فيه بالبنان إليه بالبنان، إنما من موقع أن يتذكر الإنسان أنه أتى إلى هذه الدنيا ليكون خليفة الله في الأرض، ليسهم في نشر العدل والسلام والأمان في ربوعها. أما الذين يستجيبون لغرائزهم، أما الذين يمشون في طريق يراد لها أن نتقاتل على أساس طائفي وعلى أساس مذهبي وعلى أساس قومي وعرقي، هذا يعني أننا بلهاء يمكن أن تمر الأمور علينا بكل بساطة، وأن نتحول حطب هذه المعركة التي يوقدها ويوقد إوارها الآخرون. أيها الأعزة، أيها المؤمنون، يا من تحملتم وجع وآلام وجراحات أكثر من 30 عاما من الظلم والطغيان، ما عليكم اليوم إلا أن تستزيدوا من جرعة الصبر جرعة، ومن قدرة التحمل قدرا، حتى تعبروا شاطئ، حتى تعبروا نهر الدم والآلام إلى شاطئ الأمن والأمان. هذا العبور المنتظر والمتأمل إن شاء الله سوف تأتي معه تباشير الاستقرار والعزة والازدهار لكافة المنطقة. الذين صبروا كل هذا الصبر سوف لن يترددوا في أن يكملوا هذه المسيرة بكل عزم وإيمان، وأن يقدموا المزيد من الشهداء على درب الحرية والانتصار والتحرر. كانت بالأمس الأنظمة تواجه، كانت بالأمس الأنظمة هي أدوات المستعمر، اليوم الجماعات المسلحة والإرهابيين هم الأدوات، وعلينا أن لا نتلهى بالأداة لننسى الرأس المدبر لكل هذه المهالك التي تمر فيها المنطقة. هذا الظالم إنما يعربد هذه العربدة لأن مصيره المحتوم قد اقترب، وهذه الممالك تتحسس رقابها لأنها تعلم أنها أنفقت إمكانات الأمة على الفتن والحروب وعلى الفقر وعلى الجهل وعلى تربية ونشر فكر تطرفي مخيف. اليوم آن الأوان لكي نقول للناس جميعا إن من حق العراق وحق المنطقة بأسرها وسوريا ولبنان وفلسطين أن تتلمس طريق الحرية، وأن تعيش بأمن وأمان واستقرار بعد كل هذه المعاناة. إلى أرواح شهدائنا المظلومين في هذه المجزرة المروعة وفي كل محطات التاريخ الأليمة والمشرفة، إلى كل المستضعفين من الولدان والنساء الذين يسفك دمهم اليوم ظلما وعدوانا باسم الإسلام والإسلام بريء، إليهم جميعا نرفع ثواب السورة المباركة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم رب العالمين الرحمن الرحيم، بارك ما ذيكنا وليك نستعون على الصراط المستقيم بصراط الذين أنعمت عليهم. أحسنتم شيخنا الجليل. في الحقيقة للتأكيد على كلام الشيخ بمسألة أن نكون واعين للموضوع وللمخطط الكبير، في متابعاتي للأفلام البغيضة التي تبثها هذه المنظمة الإرهابية
لاحظت شيئا واضحا أنه كلما يقدمون على إظهار أو تصوير جريمة بشعة يتقدم بشكل واضح العلم والذي هو مكتوب عليه للأسف لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالهدف واضح هو تشويه الإسلام الحقيقة. وهذا حتى تلاحظوا عند متابعة نشرات الأخبار دائما تقدم على أنها الدولة الإسلامية، قالت نفذت الدولة الإسلامية، لا يذكرون داعش بكثر ما يذكرون الدولة الإسلامية. والعلم يتقدم فقط عند التنفيذ، فترونه حتى بالصور الموجودة، ترونه عند بالصور أثناء تنفيذ الإعدام. حتى أحد المشاهد طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات موثوق اليدين إلى الخلف ومعصوب العينين وموضوع أمام حفرة، يطلق الرصاص على رأسه ويسقط بالحفرة، وفي هذه الأثناء فقط يظهر العلم أمام الكاميرا. يعني وكأنما المقصود انظروا هذا هو الإسلام، هذه هي الفكرة. فبس حبيت أشير إلى هذه النقطة واللي تفضل بها سماحة الشيخ. والآن مع أبيات شعرية من وحي المناسبة يقدمها لنا الأستاذ الحاج علي الخفاجي، نستمع إليه مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. غمها من دنيا التحط للعين ديرم، وغمها للشفايف جابت مكحلة، لطة الخيال هزلة من الكدايش، وطة الغمان صلحة محجلة. غمها من دنيا التحط للعين ديرم، وغمها للشفايف جابت مكحلة، لطة الخيال هزلة من الكدايش، وطة الغمان صلحة محجلة. مش كل من شايل البيرغ يهوس، البيارغ قوة بالذلة تكتف، لو ان ما شالتها كف معدلة. ومشكل من مشكل من سرفن الدرعان خوف، بلا جنود ودرعم العباس رجف كربلة. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. إلى أرواح شهداء قاعدة سبايكر، وإلى أرواح أموات شيعة أمير المؤمنين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. المقدمة كانت إلى الشاعر الكبير الشيخ سعد محمد الحسن، والأبوذيات والقصيدة إلى الأستاذ شاعر أهل البيت وخادمهم أنيس الخفاج الكربلائي. من جهلكم دين الله تشوه، من جهلكم من جهلكم وكذب يوم القيامة. من جهلكم فتاوى بالجرائم، من جهلكم ومن جه إرهاب وقتل يا داعشية. وما تمالها حزين أم الشهيد، وما تملها الفرح رادت لبنها، وما تملها على الونة عودت، وما تملها شلون وبنها مالا جاي. ولفها ضماير
صارت الخسة ولفها. جروح البية ما طابت ولفها ولفها. 700 اللي ذبحوهم، 700 اللي ذبحوهم ولفها ولفها. والذبح مو عامي شامي، على الهوية. سلام الله عليك. ولفها ضماير صارت الخسة ولفها. جروح البية ما طابت ولفها. 700 اللي ذبحوهم ولفها. والذبح موش عامي شامي، على الهوية. من نبيها صلت أرحام تمتد من نبيها، من نبيها وخوتهم علينا. من نبيها من نبيها دخلونا بمشاكل، دخلونا بمشاكل. من نبيها لا ناقة وجمل بس الأذية. ما لا ردة إلك باب الفتحته، ما لا ردة ما لا ردة. ونفط الجنوب الخذته مالي ردة، مالي ردة. وبعدكم راح ولا ما لا ردة. وحكم حيدر يظل والرافضية. لا هي أول مرة، لا هي أول مرة من عندهم تصير، ولا هي آخر مرة ونقول السلام، ولا هي نار وتنطف وتصبح رماد، ولا هي صدفة وتنحسب مر الكرام، ولا هي مزنة صيف تعدي وتروح. كان زين إن مطرت حب ووئام، قلنا دوم لهم عفا عما سلف، وما درينا بضمايرهم تنام. يلحقدهم غيمة سودة ملبدة، مو مطر لا مو مطر بس شايلة موت وسهام. شيعة ومشينا بنهج حيدر علي، وهم أحيوا سنة الشمر وقطام. من عهد آدم مست، من عهد آدم مست وسخ النفوس. من صفى ولد بخراب ومو مرام. ماني باسط إيدي لك هابيل يقول، وقلب قابيل إن مل شر وانتقام. أخوة صح أخوة صح، نفس الأبو نفس الظهر، لكن الأحقاد خلتهم خصام. البارحة بتكريت مطروح الشباب، البارحة بتكريت مجطول الشباب، البارحة بتكريت مذبوح الشباب. واخوة القابيل عملوها اللئام، فزعوا بفزعات ذل خسة وجبن، ذبحوا اولاد حسين ولد العمام. تحت جناح تحت جنح الليل يتخفى الجبان، والكلب والكلب طبعه يعوي وسط الظلام. رجعت غربان وميه ومن جديد، وسكتت بنعيقها صوت الحمام. بالطفوف حسين غدروه العدى، ذبحوا اهله وحرقوا حتى الخيام. سووا الما صار بطف كربله،
وحزوا بحقد وغدر نحر الإمام والجرب تكريت طف ثاني جديد ورجعت الأشرار ونماط اللثام وذبحوا الشيعة علي زمرة يزيد والزلم كتر الدرب طاحت حرام وذبحوا الشيعة علي زمرة يزيد والزلم كتر الدرب طاحت حرام والبعيد يقول دمهم بالرقاب والنجيف يقول دمهم بالرقاب وقلبه أسود والفعل عكس الكلام إيدي مدها يصافع الشيعي كذب وتكتر إيده الثانية السم الزؤام والسياسي اللي يمثلني والسياسي اللي يمثلني خجول بالأرض راسه مثل راس النعام مثل طبع النخلة مثل طبع النخل شيعي وللأبد لو أموتن أبقى واقف من قيام لو أموتن أبقى واقف من قيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت وطيب الله أنفاسك أخي العزيز. بعد مسك الختام إن شاء الله راح يكون هناك عرض لفيلم أحد الناجين من المجزرة، فيلم مختصر. والآن نستمع إلى مسك الختام مع كلمات من وحي المناسبة لسماحة السيد نبيل عباس، نستمع إليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إلى أرواح شهداء العراق، شهداء الإيمان والإسلام، نهدي لهم جميعا ثواب الصورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على أشرف خلق الله وخاتم رسله نبينا حبيب قلوبنا ونور أبصارنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه المنتجبين من اهتدى منهم بهديه وصار وفق منهاجه واتبع سنته، وعلى جميع أنبياء الله المرسلين وعباده الصالحين وملائكته المقربين. أيها الأخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، صاحب السعادة قنصل جمهورية العراق العام في مونتريال، وصاحب السعادة قنصل جمهورية العراق في مونتريال، أخواي صاحبا الفضيلة، السلام عليكم جميعا وعليكم ورحمة منه وبركات. لقد أصبح استهداف شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من البداهة بمكان، بحيث لا يختلف على ذلك عاقلان. لكن السؤال، لماذا الاستهداف؟ والسؤال الآخر، ما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟
أما مسألة الاستهداف فلها بعدان، بعد عقيدي وبعد سياسي. أما البعد العقائدي يلخصه حديث الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام وأبنائه الأطهار، حيث يقول: نحن وآل أبي سفيان تعادينا في الله، قلنا صدق الله وقالوا كذب. البعد العقائدي يلخصه ما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل مكة فاتحا، سمع هاتفا ضمن أروقة الجيش الإسلامي الزاحف إلى مكة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله إلا أن غضب وأرسل ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الراية والهتاف معا وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. وعندما دخل النبي إلى مكة وازدحم القوم من حوله، التفت إليهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. مشكلتنا اليوم أننا نقاتل أبناء الطلقاء، هذا عقيديا. أما سياسيا، مشكلة الشيعة، طبعا عندما أتحدث عن الشيعة لا أقول هذا حصرا لهم، لكن الشيعة بأغلب مجاميعهم وعناوينهم وعلى اختلاف أصقاعهم وأماكن تواجدهم لا يبيعون ويشترون. هم عقائديون، هم أصيلون، لا يساومون، لا يتلاعبون بالقدر وبالأحداث لمصلحة غاز أو لمصلحة مستعمر. ولذلك دائما مع الأسف الدائرة تدور عليهم. ما يجري في العراق اليوم وما جرى بالأمس وما يجري في سوريا منذ 4 سنوات وما يجري في بعض أنحاء لبنان وما جرى في مصر وتونس وليبيا والمنطقة برمتها، أريد له أن يكون كذلك. ربيع عربي مزعوم يحمل المن والسلوى للشعوب المضطهدة، لكن في باطنه السم الزعاف. هو خريف بل شتاء. هذا الربيع أريد له أن يصادر. مصادرته تمت على الشكل التالي: طالما أن الغرب له في منطقتنا هدفان لا ثالث لهما، هدف سياسي وهدف اقتصادي. أما الهدف السياسي هو أن تكون إسرائيل هي العليا وليس سواها، ولذلك لكي تكون دولة إسرائيل دولة صافية لليهود لابد وأن يكون من حولها دويلات طائفية ومذهبية لكي تبرر لها ذلك الأمر
وتعطيها المفتاح لذلك. أما الهدف الاقتصادي فهو سرقة النفط والذهب والحديد وكل الطاقة لا أكثر ولا أقل. بالأمس أحد جهابذة السياسة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن هنري كيسنجر، وهذا الرجل لا يتحدث إلا في المناسبات، سمعتم وسمعنا ما قال. قال إن مقاتلة داعش هو أمر حسن، لكن داعش على مساوئها تبقى أقل سوءاً من إيران على المصالح الغربية في المنطقة. هذا كلام سمعناه جميعاً. المشكلة داعش بالأمس القريب ذبحت جنديين من أسرى الجيش اللبناني الذين اصطحبتهم معها عندما انسحبت من بلدة عرسال بعدما انهزمت. الأول منهما كان سنيا ولم يكن شيعيا، هو الرقيب علي السيد ابن عكار، والثاني كان شيعيا هو الجندي المغوار عباس مدلج ابن العشرين عام. كوكبة الشهداء، هذه المجزرة المروعة التي ذهب ضحيتها هؤلاء الشهداء الذين ارتفعوا، الطلاب في تلك القاعدة، هؤلاء ليسوا أول حلقة مؤلمة في حلقات مسلسل العراق الدامي، بل سبق ذلك الكثير، ونسأل الله تعالى أن لا يليها حلقات أخرى، لكن المعاناة مستمرة. إذا سمعتم أن هناك مستنقع فيه ماء آسن ينبعث منه البعوض، الحكمة تستدعي من الناس أن تحمل المبيدات وتتعقب البعوض بالرش والقتل والإبادة، أم الحكمة تقتضي تجفيف المستنقع؟ لماذا في الخمسينات في أواخر الأربعينات عندما ذهب المقدس السيد عبد الإحسان شرف الدين قدس الله نفسه الشريف إلى مصر مروراً بفلسطين هرباً من جور المستعمر الفرنسي الذي استهدف داره ومدينته ومكتبته وحوزته وموقعه، لماذا استطاع السيد أن يصلي في الأزهر إمامه؟ أين كانت داعش آنذاك؟ لماذا استطاع السيد أن يقنع الشيخ البشري بمذهب أهل البيت بسجال فكري عقائدي واضح؟ وقد حمد الله الشيخ البشري في ختام تلك المراجعات على نعمة الله تعالى عليه بالسيد. المقدس الشيخ محمد مهدي شمس الدين عندما كان يذهب إلى مصر كان يتحملق من حوله نخب المجتمع المصري ويبدأون بطرح الأسئلة عليه والاستماع للأجوبة منه، لا فرق فيهم بين مسيحي قبطي وسني مصري يسمعون له ويعتبرونه مرجعاً، ولم يعترض أحد على أن المتحدث فيهم هو عالم شيعي. أكثر من هذا، الشيخ محمد مهدي شمس الدين كان يفتخر بأن يقول أنا معيدي، أنا ابن العراق.
لماذا هذا كان يحدث؟ مشكلتنا اليوم ليست مع السنة بشكل عام، مشكلتنا اليوم مع الوهابية، مشكلتنا اليوم مع هذا الفكر المنحرف التكفيري الذي يكفر ليس فقط الشيعة بل يكفر أكثر المسلمين. أنا لا أحاول أن أخفف من وطأة ما حدث، ما حدث جريمة كبرى، وينبغي علينا بكل المعايير أن نتحرك لأجل إبراء ذممنا أمام الله تعالى حيال ذلك، خاصة أننا نعيش في أمريكا الشمالية في موقع القرار الأول. وقد قلت هذا الكلام بالأمس القريب قبل أقل من شهر في مؤتمر مجلس علماء المسلمين الشيعة في أمريكا الشمالية الذي انعقد في مدينة ديترويت في حلقته الرابعة عشرة، السنوية الرابعة عشرة. قلت هذا الكلام على مسامع أخواني من مشايخي وسادتي الكرام، وكان هناك وفد من العتبة العلوية المقدسة جاء من النجف الأشرف، وتشرفنا بلقياه واستمعنا إلى موعظته وكلامه. في الحقيقة قلت وأقول، لماذا لا نتحرك لإعلاء الصوت ولرفع هذه المظالم لكي تسمع من قبل الناس؟ بالأمس القريب تحرك المسيحيون وأقاموا ذكرى في كنيسة سان سوفير على شارع الأكادي، تلا ذلك مسيرة إلى البارك اللي على شارع هنري بوراسا والأكادي، وكنت أنا المسلم الوحيد موجودا بين أولئك الكهنة مشاركا في تلك المسيرة. عندما تحدث في الكنيسة وزير العمل الفيدرالي الكندي جيسون كيني وقال منوها بجرائم داعش التي قتلت المسيحيين واليزيديين والأذر مينوريتيز، سألته قلت له معالي الوزير من هم هؤلاء الأذر مينوريتيز، من هم؟ أليس لهم اسم؟ هل تعلم أنه في الأيام الأولى لدخول داعش إلى الموصل ذبح 1700 شاب من أبناء هؤلاء الأذر مينوريتيز الذين لا ينطق باسمهم ولا يقال أنهم مسلمون شيعة ذبحوا بهذا الشكل؟ قال نعم شيعة. قلت له إذن لماذا لا ينوه بهذه الجرائم؟ لماذا لا يذكر أي شيء حيال تلك الجرائم؟ لماذا لا نتحرك؟ مما نخاف؟ بالأمس في مؤتمر واشنطن لبطاركة الشرق سمعنا صوتا جليلا لبطريرك الكاثوليك في لبنان وسوريا وفلسطين، البطريرك لحام، وأنا أوجه له تحية من على هذا المنبر الآن، عندما اعترض على سيناتور متصهين قال للمسيحيين إذا أردتم النجاة عليكم الالتجاء إلى إسرائيل هي تحميكم، فقام له وقال له أغلب بلائنا من إسرائيل، وأجبره على أن ينزل عن المنبر وأن يخرج. وهو خارج ماذا قال؟ قال من يكره إسرائيل يكره أمريكا، ومن يكره اليهود يكره المسيحيين، علينا أن نتصدى نحن في أمريكا الشمالية لهذا الرأي، والوقت مناسب جدا
وأن نتحدث بصوت عال لنقول لا أبدا وألف لا. لا يجوز أن يفرغ الشرق من غير المسلمين وأن تترك المذاهب الإسلامية في مذبحة يمدها الغرب ودول القرار بالسلاح والمال والتخطيط. والمسألة المهزلة المسرحية السمجة أن مواجهة داعش تتم من مؤتمر جدة، من جدة يراد مواجهة داعش، وأغلب المتصدين لمواجهة داعش هو سعود الفيصل، هو لا ينام ولا يهدأ له جفن قبل أن يهزم داعش. سعود الفيصل، حالنا مع هؤلاء المقدس الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء المرجع الكبير في كتابه المثل العليا في الإسلام لافب حمدون، عندما أرسل له كتاب دعوة لعقد مؤتمر لدراسة المثل العليا في الإسلام والمسيحية لمواجهة الشيوعية، وقد انعقد ذلك المؤتمر في مدينة بحمدون بقرب بيروت، رد عليه بهذا الكتيب وقال لهم في مقدمة ذلك الكتيب، قال: مشكلتنا نحن معكم أيها المستعمرون كرجل كان لديه عبد شديد السواد، وكان هذا العبد يوما يحمل ولد سيده، وارتعب وخاف الولد من شدة عدم حسن وجه ذلك العبد، وكان العبد يربت على كتفه ويقول له: لا تخف يا حبيبي فأنت معي، وهو لا يعلم أنه هو سبب بكائه. هذا هو حالنا نحن اليوم. جون كيري يريد أن يحارب داعش، مع من؟ مع تركيا، مع السعودية، مع الإمارات، مع الأردن، ومن الذي جهز داعش غير هؤلاء؟ ومن الذي مد داعش بالمال والسلاح والتجهيز وأشرطة الأقمار الاصطناعية غير هؤلاء؟ من الذي ساعد؟ طيب أنا أسألكم بربكم، عندما انطلق موكب داعش من دير الزور والرقة والحسكة، عندما انطلق باتجاه الموصل ذلك الموكب، كم احتاج من الوقت لكي وصل إلى الموصل؟ هل مر في غابات الأمازون ما بين الموصل ودير الزور والرقة والحسكة؟ إنها أرض صحراوية لا شيء فيها. لماذا لم يتعقب هؤلاء وهم في الطريق؟ لماذا لم يعترض طريق هؤلاء؟ أين كانت طائرات الرئيس أوباما التي حركها عندما تحركت داعش لتهديد مصالح أمريكا في كردستان ليرسم حدود الدويلة لا ليقمع داعش؟ واليوم ما تسمعون لا علاقة له أبداً بحرب داعش، كذباً زيفاً يقولون أنهم يتهيئون لحرب داعش، إنهم يتهيئون لتصفية الحسابات مع خصومهم تحت غطاء حرب داعش لا أكثر ولا أقل. أيها الأخوة، أيها الأعزاء، قلبنا يقطر دما وعيوننا لا تقف عن انهمار الدموع لجلل ما يجري وما حل ووقع بأولئك المظلومين الشهداء، لكن علينا أن نعي الواقع وأن نعرف كيف نتحرك وأن نعرف كيف نواجه. أبدا
ليس صحيحا أن نتحول إلى مقاتلين مذهبيين. أنا لا أبرئ قسما من المسلمين السنة، أنا لست طوباويا، أنا متأكد أن هناك قسم من المسلمين السنة هم حاضنة لداعش، هذا لا شك ولا ريب. ولذلك عندما سئلت سؤالا مرة أن الخلفاء الراشدين، ذكر السائل قال الخلفاء الراشدين كانوا متعاونين فيما بينهم، متناصحين، لم يتقاطعوا أبدا، فلماذا اليوم الشيعة والسنة لا يتأسون بهم؟ قلت لي السائل، وكان ذلك السؤال في بيت سعادة القنصل العام في المنتدى الثقافي العراقي، هذا السؤال قد طرح علي، قلت في مقام الإجابة، عندما يتحرك إخواننا المسلمون السنة لإقامة دولة أبي بكر وعمر فلا أعتقد أن أبناء شيعة أهل البيت لديهم مشكلة في ذلك، لكن المشكلة اليوم أن بعض إخواننا السنة يتحركون لإقامة دولة داعش والنصرة، وهنا تكمن المشكلة. لذلك لابد لنا أن نعي ما حصل وما يحصل وما يخطط له أن يحصل. علينا أن نتمسك بمرجعيتنا، هي عمادنا، هي سقفنا، علينا أن نتمسك بأهلنا وبعشائرنا وبكل عناصر القوة لدينا حتى نستطيع أن نواجه. للشهداء الرحمة، لذويهم جزيل الصبر والسلوان. أيها الأخوة أيتها الأخوات، لكم الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة السيد الجليل، والآن نترككم مع فيلم قصير لأحد الناجين يروي لنا كيف نجا من هذه المجزرة الفظيعة. Scenes of graphic violence. هذا أنا متأكد منه 100%، مو بس 100%، مليون بالمية. In June, ISIS militants massacred hundreds of army recruits. This is the improbable story of Ali Kazem, the only known survivor. Hello.
أنا متزوج وعندي طفلين. ما عندنا أي شيء، لا يعمل، لا عنده راتب، لا فت شيء، لا عندنا أرض، لا يعني وين أروح؟ فرحت على الجيش. Ali volunteered for the military on June 1st. He was stationed at Camp Spiker, a former U.S. military base near Tikrit and 2 hours north of Baghdad. Just 12 days later, he was lying on a field, surrounded by corpses, awaiting a bullet to the head. The New York Times verified Ali's story using witness accounts, a Human Rights Watch report, and videos of the massacre published online by ISIS. We showed the videos to Ali. Since late last year, ISIS, known as the Islamic State, has been violently seizing more and more territory. It was only a matter of time until they reached the doorsteps of Ali's base. The recruits tried to flee. But it was too late. ISIS had arrived. اجونا هم دور بهم حوالي 100 شخص، هم قالوا لنا ما لنا علاقه بكم وهاي راح نوصلكم لاهلكم، اشمرونا قالوا لنا ما لنا علاقه بكم، الى ان فرقونا بسيارات وسيطروا علينا الدور، بعد ما حد يقدر يسوي شيء، قاموا كل ما يجون كل سياره عليها 2 3 لازم سلاح، اللي يتحرك يقتلونه. Later, the recruits were paraded in public view, marching toward their death. Then, they were corralled into dozens of trucks. Some of the men underneath suffocated. Some trucks went to nearby fields, others to the riverbank. Different locations, same fate. هاي المجموعة وياهم أنا، بس مو وياهم نفس اللي يعني نفس هذا. واحد يعرف ثاني أنت الآخر. يعرفها وهيك مدمدين ونمشي. يقعدونك هاي القعدة هيك يعني القعدة قعدة الموت يسموها. أول الثاني الثالث أنا رابع واحد باوعت له طقه براسي أول واحد فقبل الله الدم نبر لفوق طلع أنا انتهيت هاي هي قلت بعد ما أخاف ماكو شيء أخاف عليه وهاي ورحت بس فكرت بعائلتي يعني كان شعور يعني صعب فبقيت أفكر بعائلتي شون ياهل الهوم ياهل هاي ف فش اسمه اجى طقة وطق الثاني والثالث وصل لي الي اني هذا يوم الفاتحين هم ضرب طلقه بس ما ادري وين راحت والله والله ضرب طلقه بس ما ادري وين راحت فاني فات هيك هذا وقع اللي بصفي الدور اللي بصفي من انا وقع فصار علي دم انا هم وقعت الله اكبر والله الحمد اسرع الليات من عناصر الجيش انا راسي فاك حلقي هاي فاكي متروس دم ذبان يفتر على حلقي تارس لترس فشو سويت فتحت عيني هاي فتحت له باوعتها لهسه اتذكر حذائي فصارت ظلمه Hours later, after the last shot was fired, Ali rose up in the middle of the night. ISIS had a stronghold on the west side of the Tigris River, so Ali figured his only escape route was to cross to the other side. مشيت اركض للشط متشتف لورا هاي ايش اركض هي ما اقدر اركض But Ali had a problem. He knew that the river's strong current was headed straight toward the ISIS watch post. That's when he noticed someone along the riverbank. هاي الاثناء ويطلع واحد من الشط منتهي ما يقدر يمشي عنده نزيف داخل الخطيئه وهاي حل اجتافي بمحاره هاي For the next 3 days, Ali nursed the injured man along the riverbank. هو ما ياكل خطيه
أنا بشكو دودة تجي أمي أملي صراصة وأذبها وأكلها أصرتها صارت. فثالث ليلة قلت له أنا أروح أعبر، قال لي روح الله وياك واسمه تنساني قل العالم. Ali swam across the calm channel onto the island, but the current on the far side hadn't let up, so Ali walked up river and then tried to cross at a higher and safer point. وأنا أحاول أعبر الشاطئ ثلاث مرات أو أربع مرات، حاولت وجرف من الماي كثر داعش، عبرت الماي ما عبرت هيك، لا عبره هيك وشوفون يشوفوني يطعوني بس راسي والحد هنا نطلع وهيك كله هيك وادفع برجلي. He safely crossed the river, but the neighborhood on the other side was Sunni, the same sect as ISIS. Ali, who is Shia, was afraid the Sunni residents might turn him in. Yet the first man he met offered him two tomatoes, bread, and a warning. قال لي تعبر من هنا يقتلونك، تبقى يقتلونك. قلت له بعبر كثر الجسر كثر سامرة. قال تعبر من جوا الجسر يقتلونك، انت ميت لا محالة. Ali continued onwards. He was afraid of knocking on the wrong door. He was still in ISIS territory. But alone and starving, he had no choice but to beg the Sunni residents for help. السنة ناس شرفاء، مو ذولاك السنة اللي يدعونها. بقيت يوم ثلاث ايام دروا بي داعش انا عنده. فباللي الليلة الثالثة اجوا بسيارات ودراجات نارية على الشحن ما ادري شنو يدورون علي، بس بيا بيت تحديدا ما يعرفونه. فالصبح قال لعمان راح اطلعك، طلعني وداني ناحية العلم. With the help of strangers, Ali was shuttled through four locations. And more than 3 weeks after the massacre, Ali was finally reunited with his family. جيت عندي بنية عمرها سنتين، شافتني ما عرفتني قامت تبكي وشربت، فأنا يمها انهرت وقمت تبكي وقعدت. نشكر حسن استماعكم وحضوركم، ونشكر سعادة قنصل عام جمهورية العراق والقنصل جمهورية العراق على حضورهم، وسماحة السيد والشيخ، وجميعا نشكركم على حضوركم واستماعكم. ونختم بقراءة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.